مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم عندنا ريفيو وانبوكسينج لهذا التليفون الصغير. يلا نفتحها. هون نشوف هذا التليفون صغير كتير، وفيه كمان 3 كاميرات من سويس، بس كتير ثيك. يعني أفرجوك تليفوني تبعتي. هذا التليفون تبعتي، وهذا التليفون كتير، يعني السايز كتير. بعدين الباك، بس شوفوا هذا كتير ثيكر أكتر من تليفوني. بعدين هون نفتحها، ما في باسورد، أنا حطيت باسورد، حطيت التايم، أوبس، حطيت التايم. وهون تحط السيم كارد تبعتك هون، وبتقدر تعمل كل شيء. يعني هون في فلاش لايت، شوفوا اذا بعمل له اون، شوفوا فلاش لايت اوف اون. بعدين في ميوزك كالكوليتر، بس يعني بس اشي كتير صغير. يعني الكيبورد مو كويسة اذا بدك تعمل اشي، يعني ايميل، ساوند ريكورد، كالندر، كلوك، مسجنج اذا عندك سيم كارد، براوزر، يعني إذا بدك search إشي، يعني زي بجوجل أنا will search up. يعني هون ال هون ال keyboard كتير صغيرة، very hard to type. بال Google for example I want to search up Google، نبي Google، هلا بروح على جوجل. يعني slow، بس إنه صغير كتير عن جوجل. هذا تليفون يعني it's very usable. gallery الكاميرا، I can take a picture for example here. هذا البوكس بعمل فيديو كمان، هون هذا الفيديو، و if I can flip the camera هيك، شوفوا هذا هيك، هذا ال كوفرو، هذا أنا هلو. نقدر ناخد صورة، وهذا فيديو. بس هلا هم بالجاليري زي ال هيك، نقدر نعملهم ديليت هيك هيك، ديليت، اوكي يلا. اول سيتنجز، في كل شيء بالسيتنجز، في واي فاي، سيم كارد، داتا، كل هدول زي التليفون الاكبر. وعندنا كمان فايلز، داونلود، باك اب، وكونتاكتس زي التليفون نورمال. بس بالبوكس كمان في كيس للتليفون صغير، وفي مانيول، وفي كمان سكرين بروتكتور. شوفوا الكيس هون، حطه هون هيك بالكيس. الكيس مو ترانسبيرنت، بس وهو كمان تشارجينج بمايكرو، يعني مو USB-C. بس اذا بدكم تليفون صغير هذا كويس، يعني انه هدول صغير بس يعني انه هذا كتير كبير compared to this one. شوفوا بس اذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لايك، كومنت، وسبسكرايب، وشوفكم بحلقات تانية. باي باي، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.